اهم التعديلات اللي هي اللي داروا عليها الحس بزاف هي السيارات نتاع اقل من 3 سنين، كانت مضروبه بين 5 وكذا، الاصح هي 3 سنين لان ما تجيبش الخرده. انا يبان لي كاين حوايج مانيش قانع بها باللي تنبت في ارض الواقع. لهذا الاساس راني نقول باللي يحل العقده هذه رئيس شرعي ويدير حكومه شرعيه ويتحاسب هو وحكومته. ما يتعلق بقانون المالية إجمالا، فإن قانون المالية فيه كثير من الاختلالات ولا يرقى إلى مستوى أن يحل يعني أو يلبي جميع الاحتياجات ولا يحقق يعني الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني. لجنة المالية تبنت تعديل هو فيما يخص ديزل مع البنزين، وكاين نواب على الجالية كذلك راح يقوموا درك الآن في هذه اللحظة بتعديل خاص بالمهاجرين، أنهم كذلك يقدروا يدخلوا السيارات استيراد السيارات الوطن الأم. تعديل كذلك تاع 6000 دينار خاصة بالمقيمين خارج الأجانب أنهم يدخلوا الطنوب بسياراتهم. هذا احنا لجنة المالية تبنت وحذفت هذا المادة حتى لا نعاملوا بالمثل. احنا اللي كما يقول لك احنا اللي مهلوكين بالمواطنين اللي يروحوا لتونس ولا يعاودوا المعاملة بالمثل لحسب السياسة الخارجية. كاين كذلك ضريبة على التبع على التبغ زاد رفعناها بكلك بين 3 إلى 5 دنانير لمكافحة، راح يروحوا لصندوق مكافحة السرطان ولاكناس اللي راهم عايشين ثاني هذه السناطق عايشين عجز. يقترح علينا مشروع قانون مالية 33 ألف منصب عمل، 33 منصب عمل موزعة على 3 قطاعات لا تكفي حتى لتغطية العجز الذي تعاني منه هذه القطاعات، ناهيك عن الإجراءات اللا اجتماعية اللي ضمنها القانون. القانون يقترح علينا تخفيض في التحويلات الاجتماعية، وهذا بالنسبة لنا يعني ضرب يعني استمرار لتفكيك منظومة الدعم الاجتماعي. أيضا يقترح علينا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وإحنا كبلد عندنا تجربة مريرة مع الاستدانة الخارجية.